من هو شاعر العامية الراحل مؤلف قصيدة غلبت أقطع تذاكر وشبعت يا رب غربة؟ كتبها 1938 بعد ما رجع مصر بعد 20 سنة من المنفى وأمير شعراء العامية. إجابتك أحمد فؤاد نجم. 1938 أحمد فؤاد نجم. طبعا إجابة مضحكة. هو يعتبر مثل أعلى لأحمد فؤاد نجم، هو قال كده كذا مرة. في إجابة علي؟ أحمد رامي. أحمد رامي اتنفع 20 سنة. علي حمدي. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. صلاح جاهين، بيرم التونسي، سيد حجاب، عبد الرحمن الأبنودي. الإجابة المنطقية الوحيدة بيرم التونسي، الوحيدة. بصوا انتوا جايين تاخدوا الكاس، تنساش يعني، ولسه عند وعدنا، لسه عند وعدك. لا واضح انك انت مش فاهم العباقرة. حال معاد الشكر، تفضل.